وأمه إلى برها مهاد البرية فأمه إلى قطب الزمان وقوزه ووارث سر الشيخ ولولتنا وأمه إلى سر الوجود بعصره وأمه إلى أسرار كل حقيقتنا وأمه إلى ذات التيجان وكل وعين رسول الله أفضل ملتنا وأمه إلى مرآة قدم ولايته إلى خاتم البان مفيد عطيتنا وأمه إلى من كان عين النهاية إلى مركز الأنوار في كل بعيتنا إلى من أقام الله نفع عباده بالسر وفي المعنى بالسر وجهتنا إلى من إذا ما جئته مثاجبا يريك بحق عين حق بسرعتنا إلى صاحب فيد الذي سعى ذكره وآخر المولى له طول مدتنا فنعني به برحام زرع المواندة ورشد وإرشاد وحل لعقدتنا إمام همام كامل ومكمل موصل المعجوب إلى نيل نعمتنا وقطب فريد في المقام فلا يرى بتثنية أو جمعها طول بوهتنا إذا جئته شق الحجاب بشيبه وينسيك في دنياك كل دنيتنا يربي بأنواعه تربي جميعها بألهاز ألفاظ أو بلقمتنا رأيناه حق شيخ حق ولم نرى سواه مدد يا يراد بجملتنا ومن فيده أمداد البر وباري كذلك عرب بعد صاحب عزمتنا رأيناه في الدنيا جميعا بباريا وفي برها أمها يا دون مريتنا رأيناه في الآفاق بل كان عينا ومنه وجود كل سر كليتنا إذا ما دعا ما قد أكلت فإنه لبرآم عبد الله مع كل سربتنا لباسك أو ما كنت تفرس إنما يكون لعبد الله برهام جملتي دعوا عنكم الأقوال واستلمونا فمن لم يكن يأتي يحرم لشقوتنا بصدق المولى كسوفات شيخنا فلا تلفي ذا جليل قول أجلتنا ألا فاجبوا برعام فرد زماننا أتى جامع الأسرار بين أحبتنا أتيناك يا قطب الأنام وقوس مميت رجال الله من سيف فائدتنا نريد تمام الأمر في الله كله وفي أدرات كل من دون مولتنا وأقدام الشق في طريق ودركها أمور ذوي الإكمال مع نيل ثروتنا وفاك إلى القرق من شر حاسدنا ومن شر أعداء وأغل مكيدتنا كلاك بالسور أبزم نبذل ذكري وتول ما إياكم بأرق عيشتنا وقوى سآبا يطفون أوامرا تموج بها بين الثياب بوازتنا وأغني ذوي الفقر وعلم جاهلا بجاهك يا كف الأنام بثروتنا وجاه رسول الله كلك سيدي وآل وأصحاب وأهل مودتنا عليه صلاة الله ما قال قائل فقوموا إلى برهام هذه القرية